جواد الراشدي أستاذ التعليم الثانوي التقليدي لثانوية التوسطات الجديدة التقليدية أستاذ مادة التربية الإسلامية. شرفت جدا بحضوري إلى هذا التكوين الذي أعدته مجموعة التقليدية المغرب، التكوين الذي يهم قراءة التقليدية في القسم. صراحة هناك مفاجآت وقفنا عليها في هذا التكوين، حيث أن الفكرة التي كانت سائدة حول في عقولنا وفي أذهاننا كما هي فكرة سائدة في كثير من عقول التلاميذ والأساتذة أصبحت فكرة متقدمة جدا، لأننا تعرفنا عن قرب على أن ويكيبيديا هي فعلا موقع مهم للتلاميذ وللأساتذة، يستطيعون من خلاله وعبره أن يطوروا ممارستهم الصفية حتى يلقوا بمستوى التلاميذ البحثي ومستوى التعامل مع جانب المعلوماتي، أيضا في تطوير مهاراتهم البحثية داخل موسوعة ويكيبيديا وداخل أيضا فضاء الإنترنت عموما. فهي موسوعة ويكيبيديا ننصح بها كل التلاميذ كما كل الأساتذة، لأنها تعينهم وتغنيهم عن البحث خارجها عن المعلومات التي يطورون بها معارفهم التي يكتسبونها سواء داخل القسم أو سواء في مجالهم البحثي وفي مجالهم العلمي. شكرا.